أحييكم وأهلا بكم إلى نشرة التاسعة هذا المساء، تقدمها لكم ميسون نويهد. نبدأ بالعناوين. عشية ذكرى الحرب، بكين تدعو لخفض التصعيد في أوكرانيا وتتحدث عن خارطة الطريق، وواشنطن تنتظر تفاصيل الخطة الصينية. في مقابلة خاصة مع العربية، سيدة أوكرانيا الأولى تتحدث عن لحظة بدء الهجوم الروسي على كييف. المفكر الروسي المقرب من بوتين يحذر من حرب أهلية في أوكرانيا بحال خسارة روسيا الحرب. وهزات أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا، وتقرير يكشف خضوع 5% فقط من الأبنية في سوريا لشروط السلامة. أهلا بكم. تعليقا على خطة السلام الصينية المتوقعة بشأن أوكرانيا، قالت الخارجية الأمريكية إنها تريد التعرف على تلك الخطة، مضيفة أنها تتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيلها يوم غد، وهو ما أشار إليه مندوب الصين لدى الأمم المتحدة. هذا وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقيم قرار روسيا بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعليق العمل بمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية ستارت. وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تسعى إلى العودة لمسار التفتيش المتبادل وفقا للمعاهدة، مشيرة إلى أنها لن تستأنف اختبارات الأسلحة الاستراتيجية بعد قرار روسيا. وكان بوتين أكد أيضا أنه لن يبدأ بإجراء اختبارات نووية. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ستلتزم بالتوازن النووي لمعاهدة ستارت رغم قرار تعليق العمل. الأزمات مهما كانت عميقة يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية في نهاية المطاف. ندعم استئناف روسيا وأوكرانيا الحوار المباشر في أسرع وقت ممكن، ووقف إطلاق النار والأعمال القتالية ووضع ذلك أولوية، ويجب أن يبذل المجتمع الدولي جهودا مشتركة لتسهيل عملية السلام. الواقع أثبت أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا فاقم النزاع ولم يجلب السلام، وندعو أيضا إلى التخلي عن استغلال العقوبات الأحادية، وأن يكون البديل العمل على تعزيز سبل الحوار. الصين لطالما لعبت دورا بناء، وستصدر عما قريب ورقة حول طريقة تسوية الأزمة وإحلال السلام في وقت مبكر. أما فيما يخص العلاقات الصينية الروسية، قالت واشنطن أنها تملك معلومات تشير إلى أن الصين تدرس إمكانية مساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا، محذرة في الوقت ذاته بكين من القيام بذلك. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد أن بلاده لا تخوض حربا باردة جديدة سواء مع روسيا أو الصين. من جانبه صرح المستشار الألماني أولاف شولتز بأنه أبلغ الصين أن إرسالها أسلحة لروسيا لن يكون مقبولا، وعلى بوتين أن يفهم أنه لن يتمكن من الانتصار في هذه الحرب. وهذه صور مباشرة مشاهدينا سنتابعها سويا من موسكو للاحتفال بيوم عيد الوطني، يوم عيد المقاوم بل حماة الوطن. إذن نتابع هذه الاحتفالات في موسكو بيوم حماة الوطن، هذا اليوم الذي يحتفل فيه الروسيون بيوم حماة الوطن. نتابع الصوت الطبيعي. وننتقل الآن إلى هذه الصورة من كييف في عشية ذكرى الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا. وتبدو الحركة ضعيفة في كييف، وكان أيضا مراسلنا حذيفة عادل
سابقا تحدث بأنه اليوم المشهد يختلف عن الأيام الماضية بسبب التخوفات مع أي تطورات عسكرية أو ميدانية من الممكن أن تحصل في الذكرى الأولى لهذه الحرب، الحرب الروسية على أوكرانيا. إذن نتابع صور من روسيا باحتفالات وبأوكرانيا حركة التنقل في كييف عشية الذكرى الأولى لهذه الحرب على أوكرانيا، أو ما تسميها روسيا العملية العسكرية على أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حديث الصين عن أوكرانيا هو ليس بالأمر السيء. من السابق لأوانه الحكم على خطة السلام الصينية. أعتقد بشكل عام أن حقيقة أن الصين بدأت تتحدث عن أوكرانيا وبدأت بإرسال بعض الإشارات ليس بالأمر السيء. من المهم بالنسبة لنا أن تكون جميع البلدان إلى جانبنا، إلى جانب العدالة. أن تتحدث الصين عن أوكرانيا هو الخطوة الأولى، وهذا أمر ليس بسيء. هذا وأثار مصطلح الثالوث النووي تكهنات كثيرة في الأوساط السياسية بعدما تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحسينه وتطويره خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع. نشاهد تفاصيل أحدث أسلحة الثالوث النووي التي تملكها موسكو. الثالوث النووي مصطلح أشعل التوتر من جديد في أوكرانيا بعد أن تعهد الرئيس الروسي بتطويره للحفاظ على سيادة روسيا ووحدة أراضيها. هذا المصطلح أثار تكهنات عدة في الأوساط السياسية لما قد يشكله من تهديد للعواصم الغربية. ففي العقيدة العسكرية الروسية يتكون الثالوث النووي من ثلاثة أنواع من الأسلحة الردعية. هذه الأسلحة تحمل رؤوساً نووية مهمتها الردع الاستراتيجي الشامل أرضاً وجواً وبحراً. كما كان الوضع من قبل، سوف نلي اهتماماً متزايداً لتقوية الثالوث النووي، وسنواصل الإنتاج الضخم لأنظمة كينجال الجوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ومن البحر سنبدأ في الإمداد بكميات كبيرة من صواريخ سيركون. والسلاح الأول منها هو الصاروخ سارمات الأرضي الذي يحمل 10 رؤوس نووية، وهو نظام صاروخي استراتيجي من الجيل الخامس، ويتم استخدامه من قواعد أرضية لضرب أهداف على بعد آلاف الكيلومترات باستخدام أنواع مختلفة من الوسائل الثابتة والمتحركة. أما السلاح الثاني فهو مجمع صواريخ كينجال الجوية التي تفوق سرعة الصوت، والتي تعتبر أيضاً من أحدث الأسلحة التي طورتها موسكو ضمن الصواريخ البالستية التي تطلق من الجو، حيث تبلغ سرعة هذا الصاروخ 12 ألف كيلومتر في الساعة، وهو قادر على تدمير الأهداف بمدى يصل إلى 200 كيلومتر. وأخيراً سلاح تسيركون البحري الذي يعد أخطر أسلحة ثالوث الردع النووي، والذي لقب بالصاروخ الذي لا يقهر، حيث تكمن خطورته في الغواصات التي تحمله، والتي يمكنها التخفي في أعماق البحار لأشهر قبل أن تطلق صواريخها، كما أنه قادر على الوصول إلى سرعة تساوي 9 أرقام ماخ، ويبلغ مداه أكثر من 2000 كيلومتر. لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، فروسيا تمتلك أيضاً أنواعاً مختلفة من السفن والغواصات الحربية المزودة بصواريخ نووية عابرة للقارات، والتي قد تلحق دماراً هائلاً بشواطئ العدو ومنشآته الساحلية. سلطان العيبان، العربية. في أول مقابلة لوسيلة إعلامية عربية قالت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكي إن لا أحد يجهزك كسيدة أولى خصوصا في زمن الحرب، مضيفة أنها تحاول كل جهدها للانتصار في هذه الحرب ضد روسيا. حسناً،
أولاً وقبل كل شيء، سأبدأ بحقيقة أن لا أحد يجهزك على الإطلاق كيف تكونين سيدة أولى، خصوصاً في حالة الحرب، ولا أحد يجهزك لحقيقة أنه يجب أن تكونين زوجة رئيس دولة في حالة حرب. ولكن كما قال داروين، ليس الأسرع أو الأقوى من ينجو، ولكن أولئك الذين يمكنهم التكيف. لذلك أعتقد أنني أعمل وفق متطلبات العصر حسب مقتضيات الظروف التي نعيش فيها. أحاول أن أفعل كل ما يجب علي من أجل تقريب انتصارنا، والشيء الأكثر أهمية هو التحدث عن أوكرانيا، عن الأوكرانيين في أي منصة حيث أتيحت لي الفرصة للتحدث. كما تحدثت سيدة أوكرانيا الأولى للعربية عن لحظة الهجوم الروسي على أوكرانيا وكييف أنه تم من كل الجهات ودون سابق إنذار، مشيرة إلى أنها كانت لحظة انفصال عائلتها لانشغال زوجها الرئيس زيلينسكي بالحرب. لقد هجموا علينا حقا من جميع الجهات في الصباح الباكر، وكان أصعب شيء بالنسبة لي هو كيف أقول للأطفال. كان علي أن أذهب إلى الغرفة وأوقظهم وأخبرهم بأن الحرب قد بدأت، لكن لحسن الحظ لقد استيقظوا بالفعل وفهموا بالفعل كل شيء. لم يكن علي أن أخبرهم بأي شيء، ومنذ تلك اللحظة بدأ زمن انفصال عائلتنا. بعد ذلك لم يروا والدهم إلا بعد بضعة أشهر. اليوم أكثر من أي وقت مضى نتذكر ذلك التاريخ. لا يوجد تاريخ انتهاء لهذه الحرب، لكن لها تاريخ بدء، وكان ذلك في 24 من فبراير من العام الماضي، وسوف نتذكر دائما هذا اليوم الرهيب. المقابلة كاملة مع سيدة أوكرانيا الأولى تأتيكم غدا الجمعة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، 17:30 بتوقيت السعودية. أيضا في مقابلة مع العربية قال المفكر الروسي ألكسندر دوغين المقرب من بوتين أن بلاده دخلت في حرب لم تكن تريدها ولم تخطط لها، وقال في لقاء خاص مع العربية إن العملية العسكرية في أوكرانيا كان من المفترض أن تكون خاطفة، لكن ذلك كان مستحيلا بسبب العلاقة الجيدة لأوكرانيا بالناتو. أعتقد أن روسيا في حالة حرب طويلة جدا ومخيفة جدا وجدية للغاية. قبل عام تم التخطيط لعملية عسكرية محدودة محلية خاطفة وسريعة للغاية ورامية إلى تغيير النظام السياسي في أوكرانيا وإجبارها على رفض الانضمام للناتو والامتناع عن العسكرة وعن الإيديولوجية النازية، ولكن تبين بعد مرور بعض الوقت أن ذلك لم يتحقق، أي أنه من خلال تلك الأهداف وبتلك الوسائل وضمن المدة التي تم التخطيط فيها كان ذلك مستحيلا، لأنه تبين أن اندماج أوكرانيا في الناتو والغرب كان أعمق. لقد تم الرهان على عدد من السياسيين المعارضين الأوكرانيين، لكن هذا الشيء لم ينجح إذ تم تقييدهم وتحييدهم على الفور. وجدت روسيا نفسها في حالة حرب لم نكن مستعدين لها ولم نعول عليها. دوغين شدد على أن روسيا أصبحت أمام مفترق طرق ولا يمكن لها أن تخسر الحرب أو تتخلى عن المناطق الجديدة، مشيرا في لقائه مع العربية إلى أن خسارة روسيا في أوكرانيا تعني اندلاع حرب أهلية. في هذه الحرب التي نخوضها مع الغرب هناك مفترق الطرق التالي: إنها حرب خطيرة لدرجة أن روسيا لا يمكن أن تخسرها، بل يمكنها أن تنتهي. لا يمكن أن تقول حسناً سنتخلى الآن عن المناطق التي استولينا عليها، حين ذاك سيحدث انفجار داخلي ستغرق روسيا في حرب أهلية. لا يمكن لروسيا أن تخسر بأي شكل، لأنه بالتراجع خطوة إلى الوراء سنتراجع 1000 خطوة إلى الوراء. ستقاتل روسيا حتى النهاية ببساطة لأننا لا نستطيع التوقف. لا يمكننا أن نخسر، لن نكون راضين إلا عن تحرير أوكرانيا بأكملها من النخبة السياسية الموالية لحلف الناتو مهما كان الثمن. ميدانيا، رغم القتال الشرس الذي يستمر منذ أسابيع بين القوات الروسية والأوكرانية بهدف السيطرة على مدينة باخموت، إلا أن الجنود الأوكرانيين في وحدة الدبابات المرابطة بالقرب من باخموت ما زالوا في مواقعهم.
تسليح مجموعة فاغنر واتهامات مؤسسها لوزارة الدفاع بالتخلي عن عناصره تعدت مسألة التراشقات الكلامية المعتادة بين الطرفين. يفغيني بريغوجين أعلن بدء تسليم المعدات لقواته بعد الخلافات واتهاماته لموسكو بالخيانة، حيث وصف أوامر هيئة الأركان بالعشوائية، لا سيما مع منع تسليم معاول لمقاتليه لحفر الخنادق أو مساعدتهم في مجال النقل الجوي. وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، حرمان فاغنر من الدعم أدى لمقتل المئات من جنوده يوميا على الجبهة الأكثر اشتعالا، كما رجحت إمكانية خسارة روسيا لتقدمها في باخموت بفعل هذا النقص الكبير في المعدات، مضيفا أن تطويق باخموت بات غير واقعي. وهذه صور مباشرة مشاهدينا من برج إيفل مضاء بالعلم الأوكراني عشية الذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا. إذن فرنسا تضيء برج إيفل في ألوان العلم الأوكراني عشية الذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا، لطالما فرنسا كانت دائما مواقفها وتصريحاتها هي عن أهمية دعم أوكرانيا وجعلها صامدة في هذه الحرب التي تشنها روسيا عليها. وطبعا على الرغم من بعض التفاوت في وجهات النظر بين الدول الأوروبية حول أوكرانيا، إلا أن الكل موحد ومتوحد حول فكرة دعم أوكرانيا حتى تبقى صامدة. وهناك يبدو قرار أيضا أوروبي وأمريكي بعدم السماح لبوتين بأن ينتصر في هذه الحرب. والآن لنتابع الأوضاع في أوكرانيا وأيضا أبرز المواقف في روسيا. ينضم إلينا من موسكو عبد الجواد الرشد مراسل العربية، من كييف حذيفة عادل، من الحدود البولندية الأوكرانية موفد العربية حسين قنيبر، ومن كراماتورسك موفد العربية أيضا أحمد باجاتو. زملائنا منتشرين في كافة المناطق ليطلعونا على كل التطورات الحاصلة عشية ذكرى هذه الحرب، وطبعا العربية ستكون في تغطية شاملة أيضا في يوم ذكرى الحرب في 24 أي غدا. سأبدأ معك أحمد باجاتو، اليوم يعني منذ قليل وصلت إلى كراماتورسك، كنت في إزيوم، هل يمكن أن تصف لنا مشاهداتك على الطريق؟ كيف كانت تبدو الأوضاع من إزيوم إلى كراماتورسك؟ نعم بالفعل ميسون، يعني وصلنا قبل قليل إلى هنا وكما تشاهدين ظلام دامس في كافة أرجاء المدينة، تلك المدينة التي تعرضت لقصف أكثر في لوقت طويل، كثير من المباني مهدمة. وجدنا في الطريق العديد من الآليات العسكرية وكذلك الحافلات والبيوت التي استهدفها القصف بصورة كبيرة، أسفر ذلك عن تدمير الكثير منها. أيضا هناك حظر للتجوال بداية من الساعة 9، يعني بعد حوالي 45 دقيقة سيكون هناك حظر للتجوال حتى صباح اليوم التالي. هناك سماع بصورة مستمرة لأصوات القصف الذي يسقط على ما نعتقد في باخموت القريبة من هنا. لكن إذا تحدثنا عن الوضع العسكري، الوضع العسكري ما زال على حاله، محاولات للتقدم في مناطق كوبيانسك في شرق خاركيف وكذلك أيضا ليمان وباخموت التي تشهد الاشتباكات القوية. في باخموت كل طرف يتحدث على أنه يحقق انتصارات، الجانب الروسي يقول أنه يتقدم بصورة كبيرة وكذلك الجانب الأوكراني يقول أنه صد هذه الهجمات. أيضا كان هناك 9 ضربات صاروخية استهدف بعضها خاركيف، 28 غارة جوية. تقول أيضا القيادة العسكرية الأوكرانية هنا أن هناك الطائرات المسيرة الروسية تحاول معرفة بدقة أماكن تمركز القوات الأوكرانية عن طريق الطائرات بدون طيارة التي ترسلها، لكن يتم التصدي لها بالمضادات التي تستهدف هذه الطائرات، وتم إسقاط أكثر من طائرة على ما تقوله هيئة الأركان الأوكرانية. كذلك أيضا
الوضع في شمال الجبهات الشمالية في أوكرانيا والشمالية الشرقية لم يتغير الوضع على حاله، لم يتم رصد مجموعات هجومية من جانب القوات الروسية، لذلك فالاشتباكات الأكبر هي تجري في الجبهات الشرقية. أيضا القوات الأوكرانية تقول أنها قامت بحوالي 14 طلعة جوية بالطائرات المسيرة استهدفت مواقع وتمركزات للقوات الروسية في الجبهات الشرقية، وكذلك 4 طلعات بالطائرات المسيرة استهدفت مواقع للمضادات والصواريخ التي تستهدف المناطق الأوكرانية. هذا بالنسبة لكراماتورسك ولإزيوم ومشاهدات زميلنا أحمد باجاتو. سأذهب الآن إلى حذيفة عادل في كييف. حذيفة، كنا تابعنا منذ قليل بعض الصور لشوارع كييف، تبدو الحركة فيها جدا بطيئة وتبدو خالية من التنقلات، هل يمكن أن تصف لنا الأجواء اليوم ولماذا هذا التخوف من التنقل اليوم في كييف؟ تحياتي بيسول لك وللزملاء. في الحقيقة يعني أصبتي، هذا هو الواقع هنا في العاصمة كييف منذ الصباح الباكر، وعند ذهاب الناس إلى أعمالهم دائما تكون هنالك ازدحام كبير جدا على الشوارع. اليوم لم نرصد هذا الزحام، كذلك الفترة المسائية عند عودة المواطنين من أعمالهم إلى بيوتهم كانت الشوارع شبه خالية. اليوم لا توجد حركة تذكر في العاصمة كييف، واضح جدا أن العاصمة هنالك عدد كبير من سكان العاصمة قد خرجوا منها. هذا ما تحدثنا عنه بالأمس مع المواطنين عندما سألناهم ما الذي سيفعلوه وما الذي يتوقعوه، قالوا أنهم يتوقعون عملية قصف واسعة النطاق من قبل الاتحاد الروسي، وأن الصواريخ ستسقط على كييف بأعداد كبيرة، لذلك أعداد كبيرة من المواطنين قرروا الخروج من المدينة واللجوء إلى ضواحي المدينة. تعلمين أن طبيعة التركيبة السكانية للمواطنين الأوكرانيين هي أنهم يعيشون في بيوت في الضواحي ويقيمون في المدن، لذلك هم يعتقدون أنهم سيكونون في مأمن أكثر إذا ما خرجوا إلى الضواحي. هذا الأمر واضح جدا للعيان في العاصمة كييف اليوم. أيضا كان هنالك إجراءات وترتيبات من قبل السلطات المحلية سواء كان في كييف أو في كل المدن الأوكرانية، من يعني حتى في أوديسا على ساحل البحر الأسود أعلن عمدة المدينة عن بعض الملاجئ التي أتي بها إلى وسط المدينة ليلجأ إليها المواطنين في حالة عمليات القصف. كذلك في دنيبروبيتروفسك هنالك ملاجئ تم وضعها في مناطق متفرقة من المدينة، هنا نتحدث عن الملاجئ خرسانية هذه للمارة، ولكن أيضا تم نشر طبعا يعني خارطة الملاجئ في كل هذه المدن، المواطنين يعلمون إلى أين يجب أن يذهبوا في حالة حدوث أي عملية قصف واسعة النطاق. ولكن يعني أيضا طبعا تم تغيير وضع الدراسة، الطلاب لن يذهبوا إلى المدارس وسوف تكون الدراسة عن بعد، ولكن أيضا تحدثت السلطات العسكرية عن كيف سيكون الوضع وما الذي تتوقعه. الإدارة الشمالية في الجانب الشمالي، وهنا نتحدث عن الحدود البيلاروسية، قالت أنها رصدت حركة لجحافل من الجنود والآليات على الحدود الأوكرانية مع منطقة شيرنيغف، وقالت أن هؤلاء الجنود يرتدون زي القوات المسلحة الأوكرانية، وهي تتوقع أن يقوموا بعمليات استفزاز مع القوات البيلاروسية، وذلك طبعا لجر دولة بيلاروسيا إلى هذه الحرب وتزوير عملية هجوم من قبل القوات الأوكرانية. نعم. من الاتجاه الشمالي. أما عملية هجوم واجتياح كامل فالسلطات تقول أنها ستكون عملية انتحارية من قبل موسكو، وأن هذا الأمر لن يوصل إلى أي شيء. حذيفة، دعنا نذهب الآن إلى الحدود الأوكرانية البولندية مع زميلنا هناك حسين قنيبر موفد العربية. حسين، كنت كما دائما نذكر بأنك أول واصلين كنت إلى الحدود البولندية الأوكرانية عندما بدأت هذه العملية العسكرية منذ سنة، كيف يبدو الوضع الآن؟ أين أنت الآن متواجد على هذه الحدود وماذا يمكن أن ترصد لنا خلال تنقلاتك اليوم؟ نعم، مساء الخير ميسون. في مراسلة سابقة معك، في مداخلة سابقة قبل 3 ساعات، كنا عند معبر ميديكا الحدودي بين بولندا وأوكرانيا في أقصى جنوب شرق بولندا. جئنا الآن إلى هنا إلى محطة بشمشل، وهي محطة القطار الحدودية الرئيسية داخل بولندا. لندخل إلى الداخل، فوجئنا قبل قليل بأن هذا التجمع
من الموجودين هنا ليس لمواطنين بولنديين بل هو لأوكرانيين لجأوا من زابوريجيا وهم ينتظرون هنا لنقلهم إلى مدينة هانوفر الألمانية. إذن أعداد كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين يتجمعون هنا في محطة بشمشل في أقصى شرق بولندا، وصلوا من زابوريجيا الأوكرانية ويستعدون للتوجه إلى هانوفر الألمانية، حيث يصار إلى ترتيب استقبالهم عائلات بأكملها كما تشاهدون من اللاجئين الأوكرانيين. طبعا كنا نعتقد أن وتيرة وصول اللاجئين باتت شبه معدومة، لكننا اكتشفنا أن موجات اللجوء طبعا وإن لم تكن بالأهمية نفسها كما كانت عليه قبل عام بالتأكيد هي تراجعت كثيرا، لكن أعدادا من اللاجئين ما زالت تصل بالآلاف. إذا كانت الأعداد أسبوعيا سابقا تقدر ب 150 ألفا كل أسبوع قبل عام، فهي حاليا حوالي 1000 لاجئ يوميا وأحيانا 2000 لاجئ. إذن ما زال هناك لاجئون أوكرانيون يصلون إلى هنا للانتقال من بولندا إلى مدن أخرى داخل بولندا أو إلى دول أوروبية أخرى. بالمناسبة محطة القطار هذه هي التي استخدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين الماضي عندما وصل إلى هنا إلى جنوب شرق بولندا، تحديدا إلى مطار جيشوف القريب من هنا، ثم جاء إلى هنا إلى محطة بشمشل وصعد مع الوفد المرافق له على متن القطار هنا في هذه المحطة وتوجه من هنا إلى كييف. الرحلة استغرقت 10 ساعات، ثم عاد من كييف إلى هنا إلى بشمشل، ومنها انطلق إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث عقد يومين من المحادثات الثلاثاء والأربعاء، الثلاثاء مع المسؤولين البولنديين وعلى رأسهم الرئيس دودا، والأربعاء مع مجموعة بوخارست 9 المؤلفة من دول أوروبا الشرقية المنضوية ضمن الناتو. ميسون، والآن سنذهب إلى موسكو مع زميلنا عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا بك معنا، كنا تابعنا المقابلة التي أجريتها مع ألكسندر دوغين. هناك تصريح جدا خطير من قبله عندما قال بأنه إذا خسر بوتين في أوكرانيا سيكون هناك حرب أهلية. هل تمكنت من معرفة على ماذا يعتمد من خلال هذا التحليل الذي تحدث عنه في مقابلته معك؟ مساء الخير ميسون لك وللزملاء. طبعا في البداية اسمحي لي بأن أشير بأن ألكسندر دوغين هو يعني فيلسوف له أبعاد كبيرة بتوحيد روسيا الأم، ويعتبر أن أوكرانيا هي من الأراضي الروسية، وأن التاريخ الأخير خلال 100 سنة الماضية كان قد أبعد أوكرانيا عن خارطة روسيا. هو يؤمن بقضية الاتحاد الأوروآسيوي، لذلك طبعا دوغين مواقفه تعتبر قاسية وتصريحاته كبيرة. طبعا هو ينظر ويحلل المواقف بشكل كبير، كان له أحاديث سابقة قبل سنوات تتحدث عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، لذلك طبعا كلامه يحمل على محمل الجدية بقضية أنه في حال خسرت موسكو هذه الحرب وهذه الأراضي وعادت أدراجها ستحل كارثة في الأراضي الروسية. هذا ما نوه إليه ميدفيديف سابقا، وما نوه إليه العديد من الشخصيات الرسمية الكبيرة التي تلعب دور محوري في قيادة البلاد سياسيا. طبعا دوغين يرى بأن خسارة موسكو لهذه الحرب قد يعني تخلق جوا من محاولة استقلال بعض الجمهوريات، من حدوث صراع داخلي كبير على السلطة بين شخصيات موالية للشرق وموالية للغرب. لكن طبعا ميسون ما لفت انتباهي إلى أن دوغين يتحدث بكل ثقة على أنه في جميع الأحوال إن كانت موسكو ربحت هذه الحرب أو خسرتها فإن أوكرانيا لن تكون موجودة على هذه الأرض. طبعا دوغين يرى بأن خسارة موسكو بعيدة جدا، خاصة بما يخص المناطق الأربع التي ضمتها يعني نهاية العام الماضي. طبعا يتحدث عن أن زاباروجي وخيرسون ودنيتسك ولوغانسك هي مناطق لا يمكن العودة منها، وإلا طبعا ستكون وستحل كارثة كبيرة في روسيا قد تطال يعني السمعة الثقيلة للعتاد والجيش الروسي والسلاح الكبير. طبعا الحديث مع دوغين كان صعبا للغاية، لا أخفيك ميسون الحقيقة أنه عند نهاية هذا الحوار الذي انتهى
امتد قرابة 40 دقيقة، يعني أصبحت منهكا بشكل كبير من ثقل المعلومات التي يتحدث عنها دوغن. هذا الشخص طبعا له جمهوره الكبير في روسيا، له العديد من المنظمات التي يدعى إليها ويتحدث ويحاضر. طبعا لابد أيضا من لفت الانتباه بأن العالم أجمع ميسون يعتبر بأنه الشخصية وهو العقل المدبر للكريملين. طرحنا على دوغن هذا السؤال، هو طبعا يرى بينه وبين يعني التفكير الصحيح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما وصفه اختلاف كبير. طبعا بوتين قام بإنشاء نظرياته باتخاذ قرار البدء بهذه العملية العسكرية بدءا على نظريات دوغن، يعني الذي يدعو طبعا لضم أوكرانيا إلى روسيا الأم. لكن طبعا هناك خلاف كبير في النظريات بين دوغن وبوتين. دوغن يعتبر أوروبا عدوا كبيرا، طبعا وغدا كما سماه بالمصطلح كما نتحدث، لكن بوتين يعتبرها صديقة ولا بد من الحوار معها ميسون. يعني هو لقاء طويل من العيار الثقيل، يعني لابد من متابعته وسينشر. أشكركم زملائنا الاجتماعي للعربية، دائما ستكونوا معنا في الساعات المقبلة وأيضا خلال تغطية العربية غدا للذكرى الأولى لهذه العملية العسكرية أو الحرب على من قبل روسيا على أوكرانيا. من موسكو أشكرك عبد الجواد الرشد مراسل العربية، من كييف حذيفة عادل، من الحدود البولندية الأوكرانية مفاد العربية حسين قنيبر، ومن كراماتورسك مفاد العربية أحمد بجاتو. مع اقتراب دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني، لم تحقق موسكو أهدافها المعلنة للحرب. فبحسب صحيفة غارديان البريطانية، انتكاسات كبيرة منيت بها روسيا، أولها أن تصور الرئيس الروسي للعملية الخاطفة كان خاطئا، إذ تحولت لحرب مدمرة لا تعرف نهايتها. القوات الروسية فشلت في الاستيلاء على العاصمة، وتحول الصراع لحرب استنزاف تسببت بمقتل الآلاف. كما يستبعد خبراء عسكريون شن روسيا لهجوم جديد مهم، مرجعين ذلك إلى تدهور القدرات الروسية بسبب الحرب. في المقابل أصبحت أوكرانيا أقوى واكتسبت أنظمة أفضل وتحصل على المزيد من الأسلحة. أما احتمالات القتال شرقي أوكرانيا فتشمل تكثيف روسيا لوتيرة هجماتها في باخموت خشية هجوم أوكراني كبير أو لأغراض دعائية. في 9 هذا المساء نتابع بعد قليل. وسائل إعلام أمريكية تؤكد نية واشنطن توسيع تواجدها العسكري في تايوان إلى نحو 4 أضعاف. أهلا بكم من جديد. قالت إدارة الكوارث التركية أن هزة بقوة 5 درجات ضربت أنطاكيا قرب الحدود مع سوريا. هذا وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أن بلاده ستوسع تحقيقا بشأن مقاولي البناء المشتبه في انتهاكهم معايير السلامة. وذكر سويلو أنهم حددوا هوية 564 مشتبها به حتى الآن، واعتقلوا 160، فيما تتواصل التحقيقات مع عدد أكبر. إذن مشاهدينا، إذا كانت تركيا المستقرة والمتقدمة دمر فيها الزلزال المباني التي شيدت تحت أعين الحكومة والرقابة، فماذا عن سوريا التي تعيش منذ 12 سنة أزمة خنقتها اقتصاديا وسياسيا؟ مسؤولون في النظام السوري أقروا بوجود مخالفات كبيرة في عمليات البناء في سوريا، كاشفين عن أن 5% فقط من الأبنية في سوريا خضعت لشروط السلامة خلال البناء منذ 2011، بينما بقية الأبنية غير معلومة مواصفات مواد البناء الداخلة والمستخدمة فيها، وفقا لعضو لجنة الكود السوري للبناء عصام ملحم لإحدى الإذاعات المحلية السورية. ماذا أوضح ملحم؟ قال أن من ينفذ المنشآت الهندسية في سوريا هم إما مهنيون أو مقاولون، وأغلب المقاولين لا يمتلكون معرفة علمية في البناء،
إضافة أيضا لعدم وجود أي نظام هندسي أو قانون يتابع أعمال التنفيذ، وإنما يقتصر التدقيق على مهندس مشرف يستلم حديد التسلح في أثناء التركيب، ما يشير لمخالفات ضخمة في البناء بسوريا. بالتالي أيضا تنبأ ملحم بخسائر أكبر في حال حدوث زلزال آخر في سوريا. لماذا؟ لأن أبنية المخالفات في كثير من المناطق غير سليمة إنشائيا، كما أن المقاولين يتركون الأبنية على الهيكل لسنوات طويلة، وهي عرضة بشكل أكبر للتأثر بالظروف المناخية وبالأخص في المناطق الساحلية، حيث عامل الرطوبة يؤثر على فولاذ التسليح كما يتسبب بتأكله أو صدئه. خرجوا إلى الحياة مجددا بعدما عاشوا أهوال الزلزال. أطفال سوريون في الخيام افتقد بعضهم الخدمات الطبية الأساسية. في مخيمات مدينة إصلاحية بولاية غازي عنتاب، موظفو مركز صحة المهاجرين المسؤول عن اللاجئين ومتطوعون أتراك يجوبون الخيام بحثا عن أطفال لم يتلقوا اللقاح بسبب الزلزال. يحيى متطوع تركي جاء من دوزجة شمالي تركيا للمساعدة في هذه المبادرة. نكمل لقاحات ناقصة للأطفال حديثي الولادة ولمن هم بعمر 6 أشهر وتسعة أشهر واثني عشر شهرا، نتفقد الخيام ونقدم خدماتنا لهم. كثير من العائلات السورية لم تستطع تأمين اللقاحات لأطفالهم بسبب دمار لحق بمراكز طبية تعنى بهم. طلعنا نحن من بيوتنا من الزلزال وجينا لهون على المخيم باركنا، وبنتي هان ما كان في ما جبنا لقاحات لها لان جينا لهون ما في مراكز لها. صحة المهاجرين الحمد لله يعطيها العافيه اجوا لقحوا لبنتي هون. لا شك ان جولات المتطوعين وفرت حلا مؤقتا لمئات الاطفال السوريين، لكن الظروف القاسيه لذويهم تحتاج المزيد من الرعايه والاهتمام، خصوصا في ظل غياب الكثير من الخدمات عنهم. زيدان زنجلو، العربية، من مدينة إصلاحية غازي عنتاب. ينضم إلي هنا في الاستوديو دكتور خلدون نبواني المفكر والباحث السياسي. دكتور نبواني أهلا بك معنا. لماذا لم تخضع هذه الأبنية في سوريا لشروط السلامة خاصة منذ عام 2011؟ ونحن نتحدث عن مناطق النظام، يعني في المناطق الأخرى التي لجأ إليها الناس مثلا في شمال غرب سوريا موضوع الفقر، وأيضا ليس هناك من حكومة مركزية إلى حد ما وهناك فقر، ولكن بالنسبة لمناطق النظام التي تخضع له لماذا الشروط؟ أهلا بك وشكرا للاستضافة. يعني لا شك أن النظام أظن ما قبل عام 2011 يعني هناك نظام ينخره الفساد قبل أن يأتي زلزال ليصدع هذه الأبنية، هناك الفساد، وبالتالي يتحدث النظام مثلا عن 12 فرع فيه ما يقارب 10,000 مقاول وكل واحد لديه مهندسون، ولكن معروف بنية الفساد، وبالتالي الفساد يعني أن المقاول يمكن أن يتقاضى أجور كبيرة مقابل أن يعني لا تكون المواد بتلك الكفاءة التي يمكن أن تحمي البناء ليس فقط من الزلزال وإنما من عوامل الزمن. وبالتالي ما قبل الزلزال هناك بنايات عشوائية، هناك بناء يتم التهريب فيه، يتم التعامل رشوة البلديات، الأمر معروف في سوريا بشكل واضح وكبير. هناك أحيانا لا يتم طب أليس هناك من نظام هندسي؟ أليس هناك مثلا من قانون يتابع من أجل سلامة البناء أم لا؟ نعم، ولكن حينما يكون الفساد منتشرا وبالتالي إذا يمكن رشوة المتعهد يمكن رشوة المهندس بالتالي. محسوبيات. تماما، وكل متعهد لديه المهندسون الذين يتعامل معهم وبالتالي يقولون من سيحاسب بالنهاية. ولكن هناك أبنية مثلا لاحظنا في الهزة الثانية التي كانت ربما أبسط من الهزة الأولى ولكنها استطاعت أن تصل إلى سوريا، أن هناك بناء قد سقط على درجة 5 فاصل، يعني ليس 6 درجات التي يصبح فيها الأبنية يعني قابلة للتصدع، أو 6 أو فصل إلى 7 أو إلى ما هنالك. وبالتالي هناك أبنية كثيرة وبخاصة
خاصة أن سوريا تقع على منطقة تصدع صدع زلزالي يمكن أن يؤثر بشكل كبير، وهناك توقعات أن تسوء الأحوال، وبخاصة أن دمشق سبق وأن دمرت منذ 3 قرون عبر الزلزال، وبالتالي هناك إمكانية لمثل هذا الخطر. هذا الخطر سيتكشف بشكل أساسي في حال وقع زلزال بشكل أو بآخر. الآن منذ 2011 النظام بالإضافة إلى الفساد زاد فسادا، زادت تم حصاره اقتصاديا، وبالتالي لم يعد من الإمكان القيام بالمعايير كما يجب. حتى المعايير بعد ما حصل اليوم، هل نتوقع أي تغيير؟ لأنه الأعين أصبحت إن كان على تركيا أو على سوريا أصبحت على الحكومات، أن هناك خلل ما هو ما جعل هذا الزلزال تأثيره بهذا الكبر. يعني لا أحد يتمكن أن أو يمكن أن يتوقع حدوث الزلزال أو مدى قوته، ولكن أقله تكون الأثار أخف من الذي شاهدناه، والقتلى أكثر من 47,000 بين تركيا وسوريا. تماما، ولكن من يتم إطارة بعض الرؤوس ليست كبيرة جدا. الآن يتم التضحية في تركيا على سبيل المثال بمتعهدي البناء بحجة أنهم لم يراعوا معايير السلامة، ولكن كان يتم منح تراخيص رسمية بعدم مراعاة أبنية تقاوم الزلزال. هل نتوقع أن تختلف الأمور الآن، وخاصة بأن الأعين أصبحت موجهة على في سوريا؟ في سوريا الأمر صعب، في تركيا قد يتم فرض مجموعة من المعايير السلامة، ولكن في سوريا لا تزال الأمور الاقتصادية، هناك حصار اقتصادي، هناك عدم قدرة على البناء، اللهم إلا إذا حصل هناك إعادة بناء، إعادة أعمار لسوريا وإعادة بناء للمناطق، لأنه قبل الزلزال هناك مدن مدمرة بالكامل تقريبا، وبالتالي في حال تم إعادة الأعمار يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن سوريا تقف على جرف وعلى صدع زلزالي، ومما يمكن أن يؤدي في المستقبل، بخاصة أن الأمور الآن مهددة بشكل حقيقي، بخاصة أن الصدع الزلزالي كما يقول الجيولوجيون في منطقة سوريا وتركيا ليس على مستوى أفقي واحد، وإنما هناك طبقة تكتونية فوق الأخرى، مما يجعل الزلزال يمكن أن يكون عنيفا بشكل كبير، وكل ذلك إذن يحتاج إلى معايير سلامة حقيقية كما تفعل اليابان على سبيل المثال. شكرا لك. في الاستوديو كنت معنا دكتور خلدون النبواني المفكر والباحث السياسي. كل سنة. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الولايات المتحدة ستوسع حجم القوات الأمريكية المنتشرة في تايوان إلى نحو 4 أضعاف لتعزيز برامج التدريب لجيش الجزيرة ذاتية الحكم وسط تصاعد للتهديد الصيني. وأشارت إلى أن واشنطن تخطط لنشر ما بين 100 إلى 200 جندي على الجزيرة في الأشهر المقبلة وفقا لمسؤول أمريكي. وستقوم القوة الأكبر بتوسيع برنامج تدريبي بذلت وزارة الدفاع الأمريكية جهودا كبيرة لإبقائه بعيدا عن العلن، فيما تعمل الولايات المتحدة لتزويد تايوان بالقدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها دون استفزاز بكين. وفي 9 هذا المساء سنتابع بعد قليل. في لبنان تقارير تكشف توغل القرض الحسن التابع لميليشيا حزب الله على حساب القطاعات المصرفية المنهارة. أهلا بكم من جديد. أثار إعلان جمعيات القرض الحسن التابعة لميليشيا حزب الله افتتاح 4 فروع جديدة مخاوف من تمدد المنظومة المالية للميليشيا في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما وأن تلك المنظومة بكتلتها المالية الضخمة وعدد فروعها باتت توازي المصارف العملاقة في البلاد. وانتقد لبنانيون توسع المنظومة على حساب النظام المصرفي الذي يتداعى بشكل سريع، إذ أقفل نحو 400 فرع تمتلكها مصارف لبنانية حول العالم، فيما رفع القرض الحسن عدد أفرعه ل 31. كما حذر خبراء اقتصاد وسياسيون من أن تمدد ما تسمى بجمعية القرض الحسن خارج إطارها يأتي على حساب الشركات اللبنانية المنهارة، كون هذه الجمعية المشبوهة التي تحولت لمصرف يوازي بنوكا كبرى تشتري شركات مالية لبنانية مفلسة ومنهارة لتستولي على مساحات واسعة من هذا القطاع في البلاد. من بيروت ينضم إلي دكتور مكرم رباح الباحث السياسي. دكتور مكرم أهلا بك معنا. إلى أي حد الخير حقيقة القرض الحسن أصبحت متجذرة في النظام المصرفي اللبناني؟
من الأجدر التركيز على حزب الله الذي يسيطر على مختلف أوجه الاقتصاد والنظام السياسي اللبناني. ما نراه من توسيع للقرض الحسن هو مجرد محاولة لاستفزاز الرأي العام وافتتاحهم لفرع في قضاء علي في قرية سوق الغرب المسيحية التي هي في عمق الجبل اللبناني، هي محاولة تشتيت النظر. ففي طبيعة الحال أن 31 فرع التابعين لحزب الله حتى في المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيا حزب الله هي كذلك تبتز الشعب اللبناني وعلى رأسهم الطائفة الشيعية. فما يقوم به حزب الله هو ليس مجرد مصرف طبيعي، هم يحاولون استغلال حاجة العالم، فيقوم المواطنين اللبنانيون برهن صيغتهم والذهب العائد لهم ونحن لا نعرف أن يستطيعون الحصول عليه. فإن في آخر الأمر هذا ليس مصرف عادي بل هو مصرف يستعمل القوة والسلاح والغير شرعي والغير. طب إلى أي حد حقيقة دكتور مكرم من الممكن أن يكون أو هذه الجمعية جمعية أو منظمة القرض الحسن أو ما يسموها هي تابعة حقيقة للبنك المركزي الإيراني حسب بعض التقارير التي تتحدث عن ذلك؟ لا شك هي تتبع بشكل عضوي للمنظومة الإيرانية، وكما تعرفين بأن أهمية هذا النظام هو ليس سوق سوداء بل ما يطلق عليه اقتصاد الظل، أي هي تستعمل الاقتصاد الحالي لتلك البلدان إن كان لبنان أو سوريا أو حتى العراق وتقوم بتحويل تلك الأموال. ونحن رأينا كيف تقوم إيران بشكل مستمر بسحب الدولارات من السوق العراقية، وما وصلنا إليه في لبنان قسم كبير منه هو بسبب قيام حزب الله باستعمال الاقتصاد اللبناني والتترس ورائه. ففي آخر الأمر هذا ليس مجرد مؤسسة أهلية مدنية بل هو جزء من المنظومة العسكرية لحزب الله، وهو يستعمل بشكل أمني لتبييض الأموال. وفي نفس الوقت كما رأينا كما قامت القاعدة والمؤسسات والجمعيات الإرهابية الأخرى بمحاولة الالتفاف على الرقابة الدولية. طب من المعلوم، يعني لا أدري إذا كانت هذه المعلومات دقيقة حقيقة، بأنه ليس لدى القرض الحسن أي ترخيص قانوني، يعني كيف يعمل، يعني كيف تسكت عنه المؤسسات الحكومية اللبنانية؟ ليس فقط ذلك، أن الوقاحة وصلت بأن هذه المؤسسة هي مؤسسة غير حكومية أو NGO حاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية، وهي لا تملك الحق بالقيام بأي أعمال مالية والقيام بأي أعمال اقتصادية. وإن كان هذا الشيء قانوني كان على الأجدر بمصرف لبنان أن يقوم بإصدار توجيهات واضحة للدولة اللبنانية بإيقاف هذا المصرف. والأنكى من ذلك والوقاحة بأن هذه المدعوة غادة عون التي تطبع هذه المنظومة، منظومة حزب الله، تقوم بملاحقة المصارف العادية، في حين نرى بأن هذا المصرف والقرض الحسن الذي هو جهارة يقوم بخرق القانون لا تقوم بأخذ أي إجراءات، علما بأن مركز هذه المؤسسة القرض الحسن هو في الضاحية الجنوبية أي في ساحل المتن الجنوبي، حيث هي صلاحية القاضي عون التي هي مدعي عام جبل لبنان. شكرا لك من بيروت دكتور مكرم رباح الباحث السياسي على المشاركة معنا. في لبنان أيضا وجهت النائبة العامة في بيروت لحاكم مصرف لبنان رياض سلامي وشقيقه ومساعدته اتهامات بالفساد تتضمن جرائم غسل أموال واختلاس وتهرب ضريبي وتزوير. تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا وتنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات، كما نفى رياض سلامة هذه الاتهامات مشيرا إلى أنها لم ترقى إلى لائحة اتهام رسمي. مشاهدينا، في وقت تصنف الزلازل وموجات التسونامي كأفظع الكوارث هناك عوامل طبيعية أخرى لا تقل عنها خطورة وإن كانت نتيجتها أبطأ مثل العواصف الترابية. سنتابع هنا العواصف الترابية، تعني نقل الرياح لجزيئات الغبار الدقيقة عبر آلاف الأميال، وينبعث نحو ملياري طن من الرمل والغبار في الغلاف الجوي سنويا بحسب الأمم المتحدة. انبعاثات تكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها 13 مليار دولار سنويا، كما تسبب أمراضا في الجهاز التنفسي وتضر بالماشية والمحاصيل وتعطل النقل، ويمكنها تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري إن زادت وتيرتها، غير أن
وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تمكنت من رصد خطر العواصف الترابية في جميع أنحاء العالم عبر جهاز جديد عالي التقنية يسمى EMIT، أي التحقيق في مصدر غبار سطح الأرض المعدني. مقياس طيف التصوير الفضائي الأول من نوعه يساعد في رسم الخرائط، رسم خرائط ألوان الغبار وفهم تأثير غبار الصحراء على المناخ. كما يمكن العلماء بل يمكن العلماء من استخدام البيانات الموجودة في نماذجهم المناخية لتحديد التركيب المعدني والكيميائي للمواد الموجودة على السطح وكذلك انبعاثات الميثان. EIMT الذي تم إطلاقه في يوليو العام الماضي يتصل بمحطة الفضاء الدولية ويدور حول الأرض 16 مرة في اليوم. يقوم أيضا بمسح شرائط بعرض 50 ميلا خلال ثوان، ما يزود العلماء بمليارات البيانات لاستخدامها في تنبؤات النماذج المناخية. وفي وقت كانت مهمة EMIT محدودة ب 12 شهرا فقط، هناك حاليا خطط لتمديد هذه المهمة. نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صوراً التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لست مجرات ضخمة. وبعد تحليل المعلومات التي وفرها القمر الصناعي الجديد، اكتشف علماء الفلك ما يبدو أنه ست مجرات ضخمة وقديمة جداً، وهو اكتشاف يقولون أنه يمكن أن يقلب فهمنا لكيفية تشكل المجرات في بداية الكون. 9 هذا المساء انتهت. نذكر بالعناوين: عشية ذكرى الحرب، بكين تدعو لخفض التصعيد في أوكرانيا وتتحدث عن خارطة الطريق، وواشنطن تنتظر تفاصيل الخطة الصينية. في مقابلة خاصة مع العربية، سيدة أوكرانيا الأولى تتحدث عن لحظة بدء الهجوم الروسي على كييف. المفكر الروسي المقرب من بوتين يحذر من حرب أهلية في أوكرانيا بحال خسارة روسيا الحرب. وهزات أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا، وتقرير يكشف خضوع 5% فقط من الأبنية في سوريا لشروط السلامة.